كولر عنده ما حضرش تدريب الاهلي النهارده، عنده نزله برد شديده، والكلام بيتقال ان هو ممكن بكره ما يحضرش المباراه بسبب اصابته بنزله برد. كمان زي ما قلت لكم امبارح علي معلول عنده برد، والبرد دلوقتي يعني الكورونا بقت برد، يعني مفيش مشكله يعني سواء بقى كده او كده، الاثنين واحد في الفتره الحاليه. حسين الشحات برضو عنده نزله برد شديده، ف يعني علي معلول وحسين الشحات هيكونوا خارج اللقاء بكره. انا معايا حتى قائمه الاهلي لمباراه بكره، وكولر كمان احتمال ان هو ما يحضرش المباراه بسبب اصابته بنزله برد. يعني هنشوف كده هل هيكون موجود ولا لا، بس بنسبه كبيره ممكن ما يكونش موجود في مباراه بكره. خليني اقول لكم بسرعه كده الاخبار والقائمه بتاعه الاهلي. كولر اختار الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، محمود متولي وياسر ابراهيم وايمن اشرف، اكرم توفيق، محمد هاني، رأفت خليل، محمد مهربي، محمد اشرف، حمدي فتحي، احمد عبد القادر، برون سافيو، محمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، وكريم فؤاد، ومحمد فخري، واحمد نبيل كوكا، حسام حسن، شادي حسين، محمد شريف. دي القايمه بتاعه الاهلي. وطبعا في غيابات كتير بكره، يعني زي ما قلت لكم اليو ديانج مصاب، محمد عبد المنعم عمل عمليه في مناخيره، رامي ربيعه برضه مصاب، عمار حمدي لسه مجهس بعد العوده بقى من الرباط الصليبي، علي معلول عنده برد، حسين الشحات عنده برد، عمرو السوليه مصاب، طاهر محمد طاهر بيغيب للايقاف، وطبعا في بعض اللعيبه مثلا زي كهربا لسه موقوف، محمد محمود مش موجود في قائمه الاهلي. ففي لعيبه كتير خارج القائمه وفي لعيبه كتير موجوده في القائمه، طبعا القائمه اللي انا قلتها لكم من شويه. ويعني اكيد الاهلي بكره برضه عايز يكسب الداخليه، فريق الداخليه فريق صاعد من الدوري الممتاز به، ويعني دي اول مباراه للاهلي بعد بقى الفوز ببطوله السوبر الافريقي.